معايا المهندس محمود العليلي، دكتور محمود العليلي، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار. الحزب طبعا خلاص بقى ما فيش صمت انتخابي والكلام ده، احنا يعني هنبتدي بقى نناقش ونشوف كده قراءة كل حزب وغرفة العمليات المشكلة لمتابعة الانتخابات ازاي متابعين اليوم. حزب المصريين الأحرار اللي كان ليه تواجد طبعا كبير من خلال نجاح عدد كبير ايضا من نوابه في المرحلة الاولى، ايه توقعاتهم بالنسبة للمرحلة الثانية، ايه ملاحظاتهم وإيه ردهم برضو على الملاحظات اللي أثيرت بخصوصهم. دكتور محمود برحب بحضرتك معانا، أهلا وسهلا. مساء النور، إزاي حضرتك يا دكتور؟ إزيك يا أستاذ؟ الحمد لله يا فندم. قولي يا دكتور، غرفة عمليات حزب المصريين الأحرار ومندوبينكم، يعني إزاي شايفين اليوم النهاردة؟ إحنا شايفين اليوم بشكل إيجابي، نعتقد أنه إلى حد بعيد مرشحينا ونوابنا المحتملين قاموا بشغلهم في الفترة اللي فاتت، وأعتقد إن ده هيتأتى من جني المكاسب النهارده يعني اللي ممكن يحققوها. ونعتقد إن عندنا أمل في كثير من المرشحين. إحنا كان المرحلة دي لينا 110 مرشح، أعتقد إنه ننتظر إن يكون في عدد معقول جدا منهم. بنتخيل انه العديد من الدوائر او اغلب الدوائر هتكون فيها اعادات، ونشك ان يكون في حد ممكن يحسم السباق من اول مره. يعني انتوا في كل في معظم الدوائر يعني منزلين مرشح ولا اكتر؟ يعني برضو احنا سمعنا في 2 و3 كمان في بعض الدوائر. بالظبط. طب هنا مش بتخافوا من تفتيت الاصوات ولا يعني بتضمنوا برضو يعني انه لو ده ما وفقش ممكن بيكون في فرصه للمرشح الاخر؟ لا، لما بيكون في اكثر من مرشح في دايره واحده بيساندوا بعض، بيقدروا ان هم كل واحد فيهم بيستفيد من قدرات الاخر فيما يتعلق بالحشد وفيما يتعلق بمناصريه. واعتقد انه يعني هي مش دوائر كثيره اللي احنا لينا فيها اكثر من مرشح، ولكن كان من المهم الحقيقه في دوائر ان يحصل ده، وكان مهم ان يحصل هذا التنسيق. واعتقد ان التنسيق ده حسب ما احنا يعني في غرفه عملياتنا وحسب لجنه الانتخابات ما كانت شغاله، كان ده بيتم كمان بشكل مركزي لحد بعيد. ايه الدوائر اللي حضراتكم متخيلين ان لكم قوه فيها، يعني قوه كبيره؟ بصي حضرتك، انا يعني طبعا دلوقتي مش هنقدر نتكلم في ارقام او نتكلم في مسائل بهذه الصلابه يعني. لا بس اللي قدرتوا تحشدوا فيها نوعا ما، فبرضه بقى الواحد عنده احساس كده بالنتائج، ممكن تقول ايه؟ بصي حضرتك، يعني احنا قدامنا دقائق وهتبتدي الارقام فعلا نشوفها. اعتقد انه التوقعات او يعني هتكون ضعيفه جدا قدام الارقام. اعتقد ان الارقام هتكون هي اقوى دليل او هتكون اكثر صلابه من توقعاتنا. فيعني احنا منتظرين الدقائق القادمه هيبتدي يبان المؤشرات الاوليه من اغلب اللجان ان شاء الله. كان اللوم على الاحزاب وعلى المرشحين في المرحله اللي فاتت يا دكتور محمود ان هم ما عملوش الواجب اللي عليهم، ما قدروش ان هم يقنعوا الناخب او ينجحوا في الحشد. المره دي هل كل الاطراف يعني استفادت من الاخطاء السابقه؟ الاقبال على التصويت من خلال غرفه العمليات برضو عندكم نسبه، وبرضو ارجع برضو لبدايه السؤال، قدرتوا تتلافوا اخطاء المرحله اللي فاتت؟ بصي حضرتك، انا اعتقد انه كل الناس المشتركه في العمليه الانتخابيه في المرحله الثانيه قدروا ان هم يتلافوا هذه الاخطاء بحكم الوقت، لانه الحقيقه العمليه الانتخابيه لما بدات في المرحله الاولى بدا معاها اغلب النواب المحتملين في المرحله الثانيه يشتغلوا في نفس الوقت، فالحقيقه هم خدوا وقت اطول بكثير قوي عن الوقت الرسمي للدعايه. يعني الكل بدا يحشد، الكل بدا يتواصل مع الناخبين، الكل بدا يعمل في الدوائر منذ بدايه العمليه الانتخابيه في المرحله الاولى. فاعتقد ان ده كمان من الحاجات اللي اثرت الى حد بعيد جدا على نسبه المشاركه، وخلت الناس عارفين المرشحين بشكل اكثر التصاقا يعني. واعتقد انه العديد وخاصه في الاماكن اللي الناس ممكن ما تكونش تعرف المرشحين بشكل شخصي زي الاماكن الحضريه في القاهره وفي عواصم المحافظات، اعتقد ان ده كان فايده كبيره جدا بالنسبه لاغلب النواب المحتملين
من هل اقدر اقول الطيارات. هل اقدر اقول يعني كنت هسال يعني ايه السر وراء ان حزب المصريين الاحرار حصد اكبر عدد من المقاعد في المرحله اللي فاتت؟ الحقيقه ده ممكن بقى نجاوب عليه يعني او تجاوب عليه لجنه الانتخابات في الحزب يعني لانه حزب المصريين الاحرار ما اشتغلش قبل الانتخابات بفتره وجيزه. حزب المصريين الاحرار كان بيجهز لده او لجنه الانتخابات في الحزب كانت بتجهز لده من اكثر من سنه ونص. المساله الحقيقه كانت نتاج عمل ضخم وعمل دؤوب وعمل مشترك بشكل مؤسسي جدا من لجنه الانتخابات في الحزب، واعتقد انه ده اتى ثماره يعني الى حد بعيد في المرحله الاولى، ونتمنى ان احنا ايه تقديركم لمدى استخدام المال السياسي في المشهد الانتخابي يا دكتور؟ بصي حضرتك انا كلمه المال السياسي يا استاذه لبنى زي ما كنا اتكلمنا قبل كده كلمه مطلقه، مفيش عمليه سياسيه مفيش مال بيمولها، دي مساله معروفه في العالم كله لان العمليه السياسيه لها تكلفه وهذه التكلفة لها أموال بتدفع من أجل الاستمرار ومن أجل العملية السياسية أنها تقدر أو العملية الانتخابية أنها تتم. ولكن هي السؤال أعتقد أنه كيفية إنفاق المال أو ما هي الأوجه اللي بينفق فيها المال وما هي أوجه يعني مش إنفاق المال بس ولكن جلب هذا المال واستخدامه في العملية السياسية. أنا أعتقد أنه هناك أموال تنفق في محلها بشكل حقيقي أو في الدعاية المطلوبة فعلا بشكل واقعي وبشكل شرعي، وهناك أموال قد لا تنفق قد تنفق في ما هو ليس شرعيا. طبعا يا دكتور بالضرورة. أنت متابع وأكيد رديت كتير على أنه والله حزب المصري الأحرار حزب غني عنده فلوس كتير هم لحسد يعني، فلو والله بيصرف على مش دعايه لكن المرشحين النواب الناخبين المخالفات دي كلها ترد على الموضوع ده تاني ولا الكلام ده. احنا سمعنا الكلام ده لا 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 احنا سمعنا الكلام ده وبنسمعه كل يوم الحقيقه، بس خليني اقول لحضرتك انه فكره ان الحزب يكون لديه تمويل ولا تمويل مستدام دي مساله نعتبرها انها مساله ايجابيه ولا نعتبرها نقيصه في حال من الاحوال، بالعكس احنا نعتقد انه الشكل المؤسسي والاداء المؤسسي للحزب هو اللي بيقنع ممولي حزب المصريين الاحرار ان هم يمولوا هذا الحزب، لان كل الاحزاب اللي ظهرت بعد 25 يناير بدات بتمويل معقول جدا ولكن لم يستدم هذا التمويل. فاحنا شايفين ان احنا بالعكس جدا احنا شايفين ان افكارنا ورؤانا واستراتيجياتنا يعني قادرة. لسه في فلوس كويسه يعني في الاعاده ان شاء الله. نعم لسه الفلوس موجوده للاعاده يعني عاملين حسابكم على الاعاده برضه. العملية الانتخابية كلها احنا عاملين حسابنا على العملية الانتخابية كلها من ضمن الإعادة طبعا، بس أنا عايز أقف عند هو صرفته قد إيه لغاية دلوقتي يا دكتور؟ بصي حضرتك أنا بس عايز أقف عند نقطة صغيرة جدا من اللي حضرتك قلتيها. الحقيقة إن حزب المصريين الأحرار بينفق على العملية الانتخابية ولكننا لا ننفق على الناخبين. فيعني دي مسألة بس عشان يعني طيب. من ضمن سؤال حضرتك فأنا حبيت أقف عند النقطة دي بعدين. أوكي يا فندم تمام. اللي رصدتوه أو ما تم إنفاقه في المرحلة اللي فاتت؟ أنا أعتقد إن كل ده هيكون في تقرير متكامل هتصدره لجنة الانتخابات في الحزب بعد الانتهاء من العملية الانتخابية، ودي حاجات أنا طبعًا لست في حل إن إحنا نتكلم فيها بشكل علني دلوقتي، ولكن ده طبعا هيكون في تقارير ده من حق المواطن يعني من باب الشفافيه. اعتقد انه بعد العمليه الانتخابيه او بعد ما نتم العمليه الانتخابيه ده هيكون من حق الجميع، لانه بالتاكيد هيكون من حق اعضاء حزب المصريين الاحرار اولا ثم من حق المواطنين ومن حق الاعلام ان هو يكون على اطلاع بكل. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمود العليلي امين عام لجان النوعيه بحزب المصريين الاحرار.